استجابة النبات واختيار المحصول في الأراضي الملحية والقضية. أعتقد هنا هيبدأ يبان عندكم حاجات جديدة شوية. لحد دلوقتي كل ده بنراجع حاجات أكيد معظمكم عارفينها. إيه تأثير الملح على النبات؟ ده نبات وادي الملح بيبعد المية بيبعد المغذيات عن النبات. وجود الملح دايما بيأثر على امتصاص المغذيات وعلى امتصاص الأملاح. على امتصاص المغذيات على امتصاص الماء للنبات. احنا نقدر نقسم النباتات حسب تأثرها بالأملاح. لنباتات يعني النباتات بتقدر تتأثر بأملاح خفيفة، لنباتات بتتأثر بأملاح أعلى من أول بحسب الـ EC من 0 لـ2 التأثير هيبقى إيه على النبات، من 2 لـ4 بيزيد التأثير وهكذا. يبقى إحنا مع ارتفاع نسبة الـ EC لازم نختار المحاصيل المناسبة اللي تنفع معانا في الأراضي بتاعتنا. الصورة دي بتوضح ازاي ان الاملاح بتأثر على النباتات، بتأدي لعملية بلزمة، بتعمل جفاف في النبات، وهنا قلة الاملاح بتسمح بامتصاص المية والنبات بيبقى شكله صحي. نيجي للسبيسيفيك اي افكت او التأثير الايوني المحدد. من المعروف ان تأثير الاملاح الزائدة، النقطة دي محتاجة تركيز من حضراتكم اكتر، من المعروف ان تأثير الاملاح الذائبة يحد من توافر الرطوبة للنبات وكذلك نموه. اصابة النبات او انخفاض نموه لا يمكن اعتبارها بسبب الضغط الاسموزي. اصابة النبات وانخفاض نموه التي لا يمكن اعتبارها بسبب الضغط الاسموزي ستعتبر بتأثير سامي. يعني انا لو شفت عرض على النبات مش قادر اقول ان ده بسبب الاملاح، فاذا في سمية، والسمية دي عادة بتكون جاية في جزء من الاملاح دي، جزء محدد، وده هنوضحه في السلايدز اللي جايه. تاثير التركيزات العاليه على املاح من املاح محدده على نمو النبات هو موضوع معقد للغايه، ينطوي على العديد من المبادئ الاساسيه لتغذيه النبات. عشان ندرس تاثير ملح محدد ده شيء في منتهى التعقيد. يعني الايونات التي عاده توجد زائده في التربه الملحيه تتضمن الكلوريد، الكبريتات، البيكربونات، الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، والنادر تواجدها بكميه زائده هي البوتاسيوم والنترات. بس احنا ممكن نعمل كده للتسميد الخاطئ لو ضفنا كميات كبيره جدا من الاسمده. هناك ايضا فرق واضح بين النباتات المختلفه في كميات الصوديوم والكلورايد التي يمكن تراكمها دون اثار سامه. مش كل النباتات تقدر تتحمل نفس كميه الاملاح. هنا هنتكلم بالتحديد على الصوديوم والتاثيرات السلبيه. الانواع النباتيه قد تكون في بعض النقاط اللي انا هشرحها هتقول لي ده مش موجود عندي في المزرعه، مش موجود في مصر منتشر، بس احنا بممارساتنا الخاطئه اللي ممكن ننفذها نقدر نحقق اي مشكله من دي داخل مزرعتنا بدون ما ندري. الانواع النباتيه تختلف كثيرا في كميات الصوديوم التي قد تتراكم، وكثيرا من الانواع تميل الى استبعاد الصوديوم من اوراقها على الرغم من انها بتبقى موجوده في السقان او الجذور. الصوديوم في التربة بيعكس أو بيؤدي لتأثيرات أو مهمة على نمو النبات من خلال تغيرات معاكسة في بناء التربة، زي ما اتكلمنا قبل كده إنه أصلاً بيأثر على حالة البناء الأرضي. دي بعض الأعراض اللي ممكن تظهر على بعض النباتات. الكالسيوم، وهنا الغريبة منكم كتير هيقول لي إزاي يعني؟ تأثير التركيز العالي من أيونات الكالسيوم في محلول التربة الملحية يختلف مع نوع النبات. التركيزات المعتدلة من كلوريد الكالسيوم شديد السمية للفاكهة ذات النواة الحجرية في التربة الرملية، ويبدو أن هذه السمية مصحوبة بتراكم الكلوريد في الأوراق، يعني الأساس بيبقى وجود الكلورايد مش الكالسيوم، يعني إحنا لازم برضو إيه نشوف الشق التاني اللي موجود إيه مع الملح. تركيز الكلورايد أكثر وضوحًا مع زيادة أيونات الكالسيوم عنه مع أيونات الصوديوم، يعني لو الملح السائد كلوريد صوديوم هيكون تأثيره أقل بكتير عن كلوريد الكالسيوم اللي هيزيد فيه الأثر السمية. التركيزات العالية من المغنيسيوم واضحة على الورق هنا، دي في الأساس عادة
عادة أكثر سمية للنبات من نفس التركيزات الأملاح المتعادلة الأخرى. يعني إحنا لو جبنا نفس الأملاح فيها، هنا فيها مغنيسيوم عالي وهنا نفس التركيز بس المغنيسيوم فيه أقل، هتلاقي اللي فيه مغنيسيوم عالي دايماً أكثر سمية من الأملاح الأخرى. سمية المغنيسيوم بيسهل إنها تخفف بزيادة أيونات الكالسيوم عامةً. وجود الكالسيوم عامةً بيحد من سمية المغنيسيوم. سمية البوتاسيوم اللي ممكن تيجي من البوتاسيوم، طبعا كتير منكم هستغرب، على الرغم من ندرة وجود تركيزات عالية من البوتاسيوم في محلول التربة إلا أنه تم ملاحظة التأثير السام للبوتاسيوم العالي، لأن الحقيقة في بعض الناس بتبالغ في إضافات البوتاسيوم. هو صح النبات بيحتاجه بكمية كبيرة، بس أي عنصر أيا كان هو بنفس الأهمية الفسيولوجية، وأي عنصر ليه كميات محدودة بيحتاجها النبات إذا زادت عنها لمرحلة ما ما بيكونش فيه استجابة للنبات، زاد بعد هذه المرحلة بتبدأ نقول إن إحنا نوصلها للوكسري إنك بتضيع فلوسك، زادت عن كده يبقى فيه سمية، مفيش استثناء لمعظم العناصر. حتى لو كان التأثير مش مباشر بيبقى غير مباشر، يعني مش لازم يكون العنصر نفسه بس يكون غير مباشر، لأن هو بيؤدي لإنه يحد من امتصاص عناصر تانية أو يزيد من امتصاص عناصر تانية. هناك أدلة تؤكد ان سميه ارتفاع البوتاسيوم مثلها كارتفاع المغنيسيوم، يمكن تقليلها وموازنتها بتركيز الكالسيوم. يعني احنا لو لاحظنا الكلام ده، لو في اتزان في الكالسيوم هنقدر نقلل من السميه. التركيزات العاليه من البوتاسيوم قد تسبب ايضا نقص المغنيسيوم وظهور اعراض نقص الحديد، اصفرار الحديد. دي مهمه جدا، ان احنا في الاساس لازم الوجبه الغذائيه تكون متزنه بين 16 عنصر غذائي بما يحتاجه النبات. لو زاد اي عنصر عن التانيين هيبدا يظهر مشاكل في العناصر الاخرى. الكلورايد ده بيساهم في ارتفاع الاي سي بصوره كبيره، مهم بكميات قليله للنبات لانه من العناصر الغذائيه طبعا، زي العناصر برضو اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، كلها عناصر غذائيه برضو. كمان ال 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 التركيزات العالية نسبيا منه بتخلي النبات يبقى حساس جدا من الناحية دي، بيظهر احتراق للأوراق لو احنا اشتغلنا بالري بالماء المالح، وكمان لو احنا روينا أثناء اليوم. دي صورة لاحتراق حواف الأوراق المانجو بسبب زيادة نسبة الكلورين في مشتل ديوان البلاط السلطاني بالسيد بسلطنة عمان. أنا لأني لسه جاي من عمان فقلت أجيب لكم معايا صورة إيه للبرزنتيشن دي. لوحظ لعدد من المحاصيل حساسية خاصة لتركيزات الكبريتات العالية، ويبدو أن هذه الحساسية مرتبطة بميل تركيزات الكبريتات العالية للحد من امتصاص الكالسيوم في النبات. يبقى إذن هنا الكبريتات ما قدرناش نلاحظها بنفسها أنها بتسبب مشكلة، بس لما هتزيد قوي نسبيا في بعض أنواع الأراضي وفي بعض الظروف هتعمل حد من امتصاص الكالسيوم، وده نسبيا قد يسبب لأعراض حساسية للنبات. تمام؟ يرتبط هذا النقص في الكالسيوم وزيادة امتصاص الصوديوم والبوتاسيوم، يعني بالتبعية بيزيد امتصاص الصوديوم والبوتاسيوم لما بينقص الكالسيوم، بحيث أن الآثار الضارة للكبريتات العالية في الأساس قد تكون متعلقة باضطراب التوازن الكاتيوني الأمثل داخل النبات، إن هو عشان حد من امتصاص الكالسيوم زاد البوتاسيوم والصوديوم وده في حد نفسه عمل سمية. البايكربونات أنواع النباتات تختلف، الحتة دي معلش شوية تقيلة بس هنبدأ ندخل في حتت خفيفة بعد كده. أنواع النبات تختلف بوضوح في تحملهم لأيونات البيكربونات، والذي أحياناً ما يظهر تأثيرات سامة محددة مسببة لإصابة خطيرة حتى في التركيزات الأسموزية المنخفضة. البيكربونات دائماً ليه أثر سيء حتى في الإي سي المنخفض. الفاصوليا حساسة جداً، من النباتات الحساسة جداً وبعض البقوليات للبيكربونات، لكن حشيشة رودس دي من الأعلاف والبنجر بيتحمل نسبيا من البيكربونات المرتفعة. أيونات البيكربونات في البيئة الرملية اللي بنستخدمها للدراسة بتأثر على امتصاص وتمثيل المغذيات بالنبات، وطبيعة هذه التأثيرات تختلف مع نوع النبات. على سبيل المثال الفول في وجود البيكربونات بيقل محتواه من الكالسيوم ويزيد محتواه
من البوتاسيوم عن في الـ 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 يعني التجارب اللي ما فيهاش البيكربونات. التأثيرات الأساسية في البنجر هي نقص المغنيسيوم وزيادة الصوديوم. في حد بيقول بناء عليه عايز يدخل في المضمون؟ نقرب من نخلص ولا ايه؟ هندخل الحتة دي جديدة شوية وبعدين سميت البورون تظهر في مناطق محدودة مبعثرة في المناطق الجافة أو شبه الجافة، في حين لا يقتصر تأثيرها على الأراضي الملحية والقلوية. زيادة البورون توجد عادة في الأراضي الملحية. الصورة دي ليها هدفين من ان احنا نحطها. لو انت اساسا عندك املاح في التربة وبتروي، لازم تاخد بالك ان الري بتاعك ما يوصلش للاملاح دي ويؤدي لغسلها للووتر ريزرفوار، الماء الارضي اللي موجود، ويعمل له رفع في نسبة الاملاح. دي حاجة. الحاجة التانية ان انت تاخد بالك في كم الري بتاعك وانت بتروي وبتغسل، انك ما تكونش الغسيل بتاعك ده بيؤدي هو نفسه لتمليح الماء الارضي اللي انت بتسحب منه.